هنعمل النهاردة أناناس بالسودة وهنحط معاه شوية فراولة كده عشان تدينا كيك وكمان لون. خلاص؟ طيب عندي إيه؟ عندي فراولة بميتها عشان هستعملها، عندي شوية أناناس فريش، عندي مكعبات تلج، وعندي كلير سودا أو سودا اللي هي البيضة الشفافة العادية خالص. طيب هعمل إيه؟ هاخد الفراولة بتاعتي بميتها أهي بالشكل ده، أناناس نفس الحاجة، وعندي هنا مكعبات التلج. بحب قوي دايما لما بشتغل بحاجه، لان احنا السودا زي ما احنا عارفين مش هتضرب بالخلاط، الستيم او الفيزي اللي فيها كله هيروح، فبحب ان انا ابقى عندي شويه ميه حطيتهم بس كده على جنب في حاله ان انا احتاجت اخلي الخلاط يلاقي حاجه يضرب فيها. لكن زي ما انتم شايفين هنا في الميه اوريدي بتاعه الفاكهه، ما اعتقدش ان انا هحتاج. شغلها على الهادي كده الاول وبعد كده نرجع نشوف هنزود ميه ولا. انا بالنسبه لي كده القوام ممتاز، مش هيحتاج خالص ان احنا نزود ميه. هنيجي على طول هننزل بيه السوائل بتاعتنا اهي، هنزل الاول بالميكس اللي عملته وبعد كده هننزل عليه بالصودا. وزي ما قلت لكم خلاص بقى احنا كده حطينا التلج مع الحاجات اللي احنا عايزينها تكسب شويه طعم، حطيناها كلها في البيز او في خليط هنحطه على بعضه كده كله، مش محتاج احط تلج ولا حتى جرشته، انا عديت ان انا جرشته، ان احنا خلاص دوبناه ودخل في السائل. خلاص بقى شويه السودا بتاعتي كده وهنزل. بالشكل ده. اخر قطره كده فاضل لي ايه؟ شاليمهات لطيفه بتاعتنا، ونبقى بكده عملنا الاناناس بالسودا وعملناه بتاتش فراوله كده مختلف.